أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من قناة المهرية. في هذه الحلقة سنسلط الضوء ونتابع التطورات انتشار فيروس كورونا المستجد والاستعدادات الجارية في اليمن تحسبا لأي طارئ، كما سنسلط الضوء على الأضرار التي لحقت بممتلكات ومنازل المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح اليوم الأربعاء. نبدأ بالمحور الأول بتسليط الضوء على الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المؤقتة عدن والتي تسببت بوفاة مواطن بحسب المعلومات المتوفرة، فضلا عن أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين في عدد من مديريات المدينة، وجرفت السيول عشرات السيارات المملوكة للمواطنين، كما تعرضت عشرات الأسر للحصار داخل منازلها بسبب السيول وكثافة الأمطار المنهمرة. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور سامي سالم، مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. وسيكون معنا أيضا عبر الهاتف من عدن الناشط نزار سرارو. أبدأ بالناشط نزار سرارو، بداية ضعنا في صورة الأوضاع الإنسانية في عدن. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. والأوضاع في عدن في كل الشوارع مياه الأطار حكم، دورة السلطة المحلية يعني مشابه معدوم إلا من بعض الأمور العاجلة، المزيد طريق مفتح مخلفات، لكن بالوضع العام كريتة حي القطع المرتبة كارثي. تضررت سيطرات الناس ومنازلهم وتغطت منازلهم. الأمطار دخلت إلى العنق داخل المنازل، قرن أكثر أغلب ساحاتها ممتلئة بالمياه الأمطار. المعلاة يعني كارثة أخرى بفوق السيول من الجدران، وفي وفيات في المعلة، امرأة وأخوها، وتم انسحابهم من تحت الأنقاض. منزلهم من الجبال. يعني الوضع في الشيخ عثمان طبعا ستغف اكيد، المنصوره منتشر يعني الشارع الرئيسي في المنصوره لا يستطيع السيارات احيانا المرور منه بسبب الشفاف اساسا ولكن بسبب الامطار. سيد نزار، سيد نزار، هناك امر كافي. نعم سيد نزار، لو تحدثنا عن ما هي المناطق الاكثر تضررا في عدن؟ انت ذكرت لي مجموعه مناطق في عدن، لكن ما هي الاكثر تضررا من هذه المناطق؟ الاشد تضررا هي ثلاث مناطق، منطقه في كرتر المرشابه. هذه المنطقة في كل أمطار تتمطر بشكل عنيف جدا جدا، يعني تدخل إلى عنق في المنازل. منطقة الشيخ إسحاق في المعلة القطوعة، منطقة المعلة الشارع الرئيسي تمررت بعض التجارية، تمررت المنازل على الجبال في المعلة. فورم حي الجمهورية الآن لم تدخل حتى سيارة مياه. أنا الآن أكلمك بعد ما أنهيت بناء شاتر في خربيتي بسبب مياه الأمطار التي دخلت إلى منزلي. كل الفرش في منزلي تضرر، الأدوات الكهربائية تضررت، هذا أكثر حال عدتم يعني، فما بالك بقية المناطق العشوائية والمناطق. إحنا في منطقة في الجمهورية، منطقة تعتبر شبه يعني شبه رئيسية شرقية، قرناها من شوي كوريا، فما بقية المناطق العشوائية داخل. نعم سيد نزار، سيد نزار تكرم بالبقاء معنا. نذهب إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور سامي، حياك الله مجددا دكتور سامي. إذا كما سمعت لحديث ضيفنا، أمطار وسيول، طرقات مغلقة، ما هي تداعيات هذا الأمر بالإضافة إلى الأزمة التي تعاني منها المنطقة بشكل عام جراء فيروس كورونا؟ أشكر بداية قناة المهرية على هذه الاستضافة. ووجود مثل هذه الأشياء البيئية التي تطرأ بين وقت وآخر في أي مكان، بالذات في اليمن، من أمطار وسيول ورياح، أصبحت الآن تشكل عائقاً آخر أمام اليمنيين. فبالنسبة لفيروس كورونا له عوامل معينة تساعد على انتشاره بشكل كبير جدا. من أهم هذه الأسباب التي تساعد على انتشاره هي اللمس واستنشاق الهواء الملوث بهذا الفيروس.
فإذا وجد هذا الفيروس ممكن عامل الرطوبة الجوية الموجودة قد تساعد على بقائه مدة وفترة طويلة جدا. إذا هناك علاقة للأمطار والسيول جراء، هناك علاقة من ناحية لوجود الرطوبة واستمرار الجو البارد. لأنه دائما الآن الطقس الحار سيؤدي إلى انتهاء أو انتهاء هذه الحالة أو هذه الحالة المرضية وانتشار الفيروس بشكل كبير جدا. طيب دكتور، بالنسبة للأوضاع الإنسانية في عدن، طبعا كثير من النصائح التي نسمعها منكم يعني ومن العاملين في مجال الطب أنه يجب على الإنسان أن يلتزم بالحجر الصحي. برأيك يعني مع هذه الكارثة التي حصلت في عدن، كيف يستطيع الإنسان أن يقي نفسه من هذه الجائحة، من فيروس كورونا؟ يعني يلتزم بالحجر الصحي، وأساسا الأمور هناك لا تبشر بخير بالنسبة للأضرار التي حصلت للمواطنين. الحجر الصحي هو الأساس الآن الذي يعمل به في الدول العظمى والدول الكبرى للحد من انتشار هذا المرض الخطير الذي أصبح الآن جائحة على مستوى العالم. وقد عمل العمل أعمال كبيرة جدا في أوساط تلك الدول، وهي متحضرة طبيا ومتقدمة في مختلف جوانب الحياة الصحية. وإذا جاء إلى اليمن ربما تكون هناك أضرار كبيرة جدا، لكن هذا الوضع الموجود الآن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لليمنيين. لأن الإنسان اليمني الآن وجود كارثة أخرى لكارثة الأمطار مع وجود هذا المرض وعدم توفر الجانب الطبي بشكل كبير جدا وعدم تطوره بشكل فعال، فهذا قد يؤثر على حياة كثير من الناس. وبقاهم في البيوت يعني أنه توقف عن كل شيء وعن كل مقومات الحياة. وهذا المرض يحتاج، وهذه الكارثة تحتاج إلى مناعة قوية عند الإنسان حتى يستطيع أن يقاوم هذا المرض الفيروسي الذي إذا وجدت المناعة القوية ربما ينتهي بدون أن يشعر به الإنسان بفاتة. نسأل الله السلامة. أعود إلى أستأذنك بالعودة إلى ضيفي على الهاتف، نزار سرارو الناشط الحقوقي من عدن. سيد نزار، سيد نزار، تحدثتنا عن حجم الكارثة التي حصلت في عدن، هل هناك دور لمستموه للسلطة المحلية في عدن من أجل يعني تفادي هذه الكارثة الإنسانية جراء هذه السيول والفيضانات التي حصلت في عدن؟ بالنسبة لدور السلطة المحلية، أولا هناك في السنة الماضية كانت هناك أمطار بنفس القوة وبغزارة أكبر. أخذ برنامج السعودي للأمطار والهلال الأحمر الإماراتي بإرشاد السلطة المحلية بفرم السيارة في بعض المناطق بمعدات، والآن حاليا قبل شهر من الآن تسلم صندوق الطاقة مؤسسة جدا لمواجهة الظاهرة فيروس كورونا في عدن. حاليا لا نلمس أي شيء إطلاقا، لا من الذات ولا يعني ولا حتى تواجد مسؤولين إلا في مديرة المعلة، مدير المعلة مشكور ينزل شخصيا إلى المناطق بنفسه يساعد على رفع الأنقاض وفتح الطرقات. فور مصر الوضع شبه ميت بسبب أن محافظ عدن عين مدير عام جديد بدلا عن المدير العام السابق، وهناك صراع على السلطة في فور مصر. ريتشر لا توجد لهم أي إمكانات للعمل، أغلب المناطق التواهي لا توجد لهم إمكانيات. الوضع كارثي في عدن، لا توجد سلطة ولا توجد دولة ولا يوجد مجلس محلي ولا توجد محافظة، فقط الخيار استلموها في كل سنة يستلموا مبالغ، فلا نرى أي شيء من هذه المبالغ التي تستلم. نحن في وضع كارثي، الكهرباء مقطوعة، الطرقات مقطوعة، الأمراض منتشرة، المضادات منتشرة بشكل كبير، الملاريا الآن زادت في الانتشار، منظمات المجتمع الدولي غادرت عدن بعد انتشار فيروس وبعد أخبار انتشار فيروس كورونا في العالم. شاهدت بعيني خروج وجود من منطقة خير السفارات. نعم سيد نزار، سيد نزار لو سمحت لي وزير الإدارة المحلية وجه وعبد الرقيب فتح وجه السلطة المحلية بمحافظة عدن بتشكيل لجان طوارئ وإنقاذ جراء الأمطار الغزيرة بالمحافظة، وأيضا وجه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إزالة ورفع ما خلفته السيول من الطرقات وحصر الأضرار بالممتلكات العامة. هل عكست تصريحات الوزير على الواقع أم أنها لم تبارح التداول الإعلامي، خصوصا وأنت ذكرت أنه لا يوجد أي تدخل حتى الآن؟
بالنسبه لاي تدخلات لا يوجد اي تدخل الا بامكانات بسيطه من قبل مدير عام جهه المعنيه او من بعض الوجودات لا اطلع بشكل معنا كل الوجودات، لكن اطلعت على متجر كريت المحلات وحده. هناك اشياء بسيطه حتى الشركه تحتاج معدات بالعشرات، هناك معده او معدتين فقط تشتغل في محافظه عدن بالنسبه للكريتر او بالنسبه للمعلق والسواهي. المعلق شركه تحت بوفاه تكتم وهدم بنزين. قرنا بشر الان نحن في مرحله انتشار اوبئه، وبالتالي عندنا المياه راكد لم نستطع ان نتخلص منها. بيوتنا غرقت، الفكر برضه في البيوت غرقت الان، في غدا يعني ستكون هناك موجه ثانيه من الامطار، ويوم الخميس ايضا ستكون موجه ثالثه من الامطار. لا توجد اي سبيل للعمل المجال الاستراتيجي. نعم سيد نزار. فيروس كورونا، اسمح لي فقط، تفضل. فيروس كورونا المحور الوحيد اللي تم التوافق عليه بعد ما تظاهر الجميع وكانهم لم يصابوا المرض ضد المحاجر في بعض المناطق، اخرج المحاجر الى افريقيا في مستشفى الاقل. 23 سرير، تصور لو كان شخص اصيب بمرض كورونا، بالفعل كارثه. معالجتهم هل في على الطرقات؟ مستشفى الجمهوريه ترفض استقبال، مستشفى الصداقه ترفض الاستقبال، كل المستشفيات الحكوميه والخاصه ترفض الاستقبال، ويشتغل حتى في اصابته. نعم. لا يوجد وصلت. لا توجد لدينا سلطه محليه او وزاره صحه حتى، لا يستلمون معدات ولا نرى منها حاجه. وصلت الفكره استاذي الكريم. المحامي والناشط الحقوقي من عدن نزار سرارو كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذا تحدث عن أن المستشفيات لا تستقبل أي حالات سواء كان مشتبه بها بإصابتها بكورونا، تحدث عن وجود كارثة حقيقية في عدن وعدم تدخل لا من السلطات المحلية ولا من منظمات المجتمع المدني، كيف ترون الوضع؟ الوضع أصبح مأساوي أكثر. نعم. لوجود الآن عامل الأمطار الغزيرة التي هطلت في عدن، فهذا يؤدي إلى قطع الطرقات بشكل كبير جدا على مستوى المستشفى. وإذا حدث وجود أي حالة كورونا، نعم، فهذا الإنسان سيبقى حبيس داره، لا يستطيع الذهاب إلى أي مكان أو إلى أي مستشفى لتلقي العلاج اللازم أو لعمل الفحوصات اللازمة لذلك. نعم. ولذلك ما نخشاه الآن هو إذا وجدت أي حالات والناس ما زالوا تحت هذه الأوبئة الموجودة والمنتشرة حاليا في بقاع اليمن، نعم، وبالذات في المناطق اللي فيها الأمطار والسيول التي الآن تؤدي إلى تلوث بيئي كبير جدا. ليس الخوف من كورونا فقط، إنما الخوف أيضا من أوبئة أخرى مثل انتشار أمراض متنوعة مثل الملاريا، مثل حمى الظنك، هذه اللي أصبحت مستوطنة في وطننا بشكل كبير في عدة مدن. نعم. ولذلك يجب على السلطات ويجب على الجهات المعنية عمل اللازم في كل مكان في اليمن حتى يتم تلافي هذه الأوضاع البيئية الصعبة التي تؤدي إلى إتلاف أو إلى إتلاف الأشياء كثيرة في تلك البلد، وكذلك الضرر بحياة المواطنين بشكل كبير جدا. نسأل الله السلامة. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لمناقشة تداعيات كورونا في اليمن. كيف أحمي نفسي من فيروس كورونا؟ وكما يقال الوقاية خير من العلاج، في خطوات أساسية لابد من اتباعها للحماية من فيروس الكورونا والحماية من الكثير من الأمراض الفيروسية الأخرى. أهم خطوة فيها وأول خطوة هي النظافة الشخصية، خاصة غسل الأيدي بشكل دائم بالماء والصابون أو فركها بالكحول. الخطوة الثانية والمهمة هو اتباع آداب العطس والسعال. وقت العطس والسعال لابد من تغطية الأنف والفم بمنديل والتخلص منه بشكل آمن، أو في حالة عدم وجود ممكن استخدام المرفق أو الثراع المثني. بهذه الطريقة نقدر نعطس أو وقت السعال، ده بيقلل بكتير من فرص انتقال العدوى إلى الآخرين. الخطوة الثالثة والمهمة هي تجنب المخالطة اللصيقة، بمعنى القرب الشديد من شخص لديه أعراض جهاز تنفسي كأعراض البرد أو نزلات البرد أو الإنفلونزا. الخطوة الرابعة والمهمة هو طهي الطعام، خاصة
خاصة المنتجات الحيوانية والطيور والبيض بشكل جيد، الحرارة لها القدرة كبيرة على قتل الفيروسات، وبالتالي بنقدر نحمي نفسنا أنه أي مرض ممكن ينتقل من حيوان إلى إنسان. الخطوة الخامسة والأخيرة والمهمة هو تجنب التعامل الغير آمن مع الحيوانات سواء كانت برية أو حيوانات المزرعة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة عن تداعيات كورونا في اليمن. دعت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء الأطراف المتحاربة في اليمن إلى وقف القتال وبذل الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا. وفي بيان صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن، دعا الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأطراف المتقاتلة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، ودعا البيان الأطراف إلى بذل قصارى جهدهم لمواجهة الانتشار المحتمل لمواجهة فيروس كورونا. وتشهد البلاد استعدادات وحملات توعوية في مختلف المؤسسات المدنية والرسمية في ظل بنية تحتية هشة جراء الحرب المستمرة. مشاهدينا الكرام، نعود إلى ضيفنا في الأستوديو الدكتور سامي سالم. حياك الله مجددا دكتور سامي. تحدثنا في بداية الحلقة وذكرت لنا بعض الأمور التي يجب على الإنسان أن يعملها أو أن يقوم بها من أجل أخذ الحيطة والحذر من هذا الفيروس، فيروس كورونا. استمعنا وإياكم إلى التقرير الذي دعت فيه الأمم المتحدة لوقف الاقتتال في اليمن. برأيك كيف سيؤثر ذلك على المواطن اليمني؟ حرب، حصار، كوارث طبيعية، كورونا، ثلاثية. نعم، نسأل الله السلامة. ثلاثية تحتاج إلى حلول متعددة، لكن نحن نتعلق بالجانب الطبي بشكل كبير جدا. نعم. فالجانب الطبي يحتاج إلى مسار آمن أولا قبل كل شيء، حتى يستطيع الطبيب أن يقدم المهنة لكل الناس سواسية، بغض النظر عن أي شيء داخل البلد أو بسبب الحروب الموجودة في اليمن بشكل كبير جدا. فوجود الآن هدنة أو وجود عامل سيساعد الأطباء بشكل كبير جدا، والكادر الطبي والكادر الصحي على القيام بأعمالها وتوعية الناس بشكل سليم. نعم. حتى لا يكون الإنسان ودته الطيب أو الطبيب مشغول بأشياء جانبية ويفكر دائما في هموم حياتية وهموم الأمن والسلامة. إذا وجدت هذه مثل هذه الآن اتفاقيات الهدنة الموجودة الآن التي الآن يتم الإعلان عنها، سيستطيع الكوادر الصحية والكوادر الطبية أن تقدم شيء بإذن الله عز وجل من أجل المواطن اليمني، ويقدمون النصائح اللي هي الطبية اللازمة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. نعود إلى المواطن. كيف يمكن للمواطنين أن يقوا أنفسهم؟ رسالة توجهها للمواطن. الوقاية خير من العلاج، هذا أهم شيء، لأن إذا وقع المرض أو وقع الفيروس أو حدث انتشار هذا الفيروس، ربما تكون خاتمته أو عاقبته وخيمة على كل الناس الموجودين في اليمن بعدة أوامل. أول شيء أن القطاع الطبي والصحي في اليمن ضعيف جدا وهش، أصبح الآن هذه الأيام هش، لا توجد وسائل وقاية متوفرة في كل مكان، ولذلك نحتاج إلى أول شيء يطبق الحجر الصحي بأقل الوسائل الممكنة، عدم الخروج إلى الأماكن المزدحمة مثل أماكن اللي هو بيع القات أو أماكن اللي هو الأسواق الشعبية الكبيرة جدا، فهذا سيساهم بشكل كبير وشكل فعال في تقليل نسبة انتشار الفيروس في اليمن. هذا الشيء الأول. أما الوقاية الشخصية المهمة، أن كل إنسان يوفر في البيت أدنى المقومات الأساسية اللي تساعد على غسل اليدين باستمرار. وغسل اليدين يتم بطريقة طبية وليس بالطريقة المعتادة، أن الإنسان يغسل يديه بطريقة بمجرد ماء فقط، وإنما يحتاج إلى استخدام أدوات معينة أثناء غسل اليدين. بعد الخروج من المنزل والدخول إلى المنزل مرة أخرى، أول ما يبدأ الإنسان لا يصافح أبنائه قدر المستطاع ولا يصافح أهله الذين في البيت، يحاول أن يذهب مباشرة إلى مكان لغسل يديه بالماء والصابون أو بأي معقم متوفر لديه في البيت إذا توفر المعقم. نعم. المعقمات مهم توفرها أيضا، مع أن أسعارها تعتبر من الأسعار التي تعتبر صعبة على المواطن اليمني أن يأخذها ويقتنيها باستمرار في البيت. هناك بدائل للمعقمات؟
الصابون العادي. الصابون العادي يقوم بدور المعقم. أيوة الصابون العادي مع وجود الماء وغسل اليدين بطريقة سليمة. وكل إنسان أن يطلع على كيفية غسل اليدين بطريقة سليمة عن طريق منظمة الصحة العالمية، موجودة عدة قوائم أو عدة صفحات تنشر مثل هذه الأشياء. فيقوم بغسل يديه قبل بعد الدخول مباشرة إلى المنزل، يقوم بغسل يديه بطريقة سليمة، طريقة طبية صحيحة، حتى يستطيع أن يحافظ على نفسه ونقل الأمراض إلى الآخرين من خارج المنزل إلى داخل المنزل. نعم، نخوض أكثر في تفاصيل هذا الموضوع لكي يكون المشاهد يعني عنده صورة واضحة عن أعراض هذا المرض، أعراض كورونا. ما هي الأعراض التي من خلالها يستطيع الشخص أنه يفرق ما بين نزلة البرد العادية وما بين هذا الفيروس؟ مرض كورونا هو يعتبر نوع من أنواع الإنفلونزا. نعم. والإنفلونزا لا أتوقع إلا كل إنسان منا قد أصيب بالإنفلونزا الأغلب، ولكن هذا الطور عبارة عن طور متطور وأصبح لديه مقاومة لكثير من المناعات الخاصة بالإنسان، ولذلك على الإنسان أن يقي نفسه أولا، لأنه إذا حدث هذا الطور فقد يؤدي إلى حالات ومضاعفات كثير. لكن أهم العلامات التي تحدث كما ذكروها أو كما ذكرت أيضا وكما تم رفعها في تقارير كثيرة، طبعا هناك العلامة الأولى هي علامة الحرارة العالية، ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 37 درجة مئوية إلى أكثر من 37.5 درجة مئوية قد يؤدي إلى وجود هذا المرض أو هذا الفيروس. لكن هذه العلامة لها علاقة بأمراض أخرى كثيرة جدا والإنفلونزا المتعددة. العرض الآخر هو السعال والكحة الشديدة، الإنسان دائما يكح ويسعل سعلة شديدة جدا، لكن أيضا هذا العرض له علاقة بأمراض أخرى. الآن العرض أو العلامة اللي تعتبر مميزة ولو بشكل جزئي هي علامة اللي هو ضيق التنفس، إن الإنسان يشعر أنه لا يستطيع أخذ التنفس بالشكل المعتاد الذي كان معتاد عليه بالشكل الطبيعي في حياته اليومية. نعم. ولذلك تجده يبحث عن مكان أو مصدر الأكسجين آخر، وهذا ما يؤدي به إلى الذهاب إلى المستشفيات لإعطاء أكسجين مصنع اللي عن طريق اللي هو أنابيب الأكسجين المتوفرة في المستشفيات وأجهزة الأكسجين المتوفرة في المستشفيات، وقد يحتاج لسيد تدخل بتنفس صناعي إذا توقفت الرئة عن العمل لا قدر الله. نعم. طيب، هذا الحديث يقودنا إلى طرح تساؤل، هل المستشفيات في اليمن مؤهلة للكشف عن حالات كورونا؟ هل المستشفيات لديها الأجهزة التي من خلالها يستطيعون أن يكتشفون إذا كان المريض مصاب بهذا الفيروس أم لا؟ لأنه في كثير من المواطنين يتحدثون أنه بعض المستشفيات لا تتوفر فيها الإمكانيات، البعض يعني ربما يصاب بالمرض ولا يعلم هل هذا المرض كورونا أم غير كورونا. هل المستشفيات يعني في اليمن تتوفر فيها هذه الإمكانيات برأيكم؟ بالنسبة لليمن ووضعها الآن الحالي، أتوقع أنه توفر أجهزة لكشف هذا الفيروس قد تكون غير متوفرة بشكل كبير جدا. ولكن هناك اللي هو عامل اللي هو العمل على السبب. إذا عرفنا أو شكينا أن هذه الحالة مصابة فيروس كورونا بحسب تشخيص الأطباء، يتم عزل هذا المريض في غرفة مستقلة في المستشفى وعمل العلاجة اللازمة. العلاجة الآن طبعا هي عبارة عن علاجة مداعمة ومهدئة للمرض وليست معالجة للفيروس نفسه، لأنه لا. الآن لم يكتشف أي علاج خاص بهذا الفيروس، وإنما تعطى علاجات مخفضة الحرارة وعلاجات مقوية للمناعة وبعض السوائل الوريدية التي تؤدي إلى تعزيز مناعة المريض وتقوية مناعة المريض حتى يستطيع مقاومة هذا المرض عن طريق المناعة الذاتية الخاصة بالجسم، والتي كما قلت أي إنسان ممكن يصاب بهذا المرض ويمشي الأمر ويكون الأمر معه طبيعي جدا بدون أي شعر بأي علامات أو أعراض ويتعافى منه، مثل أي إنفلونزا تمر علينا بشكل كبير جدا وبدون أن يذهب إلى الطبيب أو يذهب إلى أي مستشفى لأخذ العلاج أو الشيء المتعلق بذلك. نعم. إذا هل ترى أن اليمن فعلا لا زالت خالية من كورونا؟ حسب التقارير الآن يقولوا أنها لا توجد أي حالات موجودة في اليمن. نعم. لكن نتمنى أن لا تكون هناك كارثة، أن توجد حالات وليست واضحة، لم يتم الكشف عنها مثلا، ولم يتم الكشف عنها أو تشخيصها بشكل مطلوب وتؤدي إلى تفاقم الحالات مع الزمن وتضاعف عدد الحالات مع الزمن، مما يؤدي إلى عدم السيطرة. ولذلك الحذر والحيطة مهمة من كل الجوانب ومن كل الجهات الموجودة والمسؤولة في اليمن عن الاكتشاف المبكر لمثل هذه الحالات وعن الأمانة في النقل وفي توصيل المعلومة بشكل سليم جدا حتى نتلافى حدوث كارثة عظيمة قد تحل على كل اليمنيين الموجودين على كل اليمنيين المتواجدين على هذه الأرض. إذن حفظ الله اليمن أرضا وإنسانا وحفظ الله كل شعوب العالم. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم،
والتي خصصناها للتغطية حول تداعيات كورونا في اليمن. نشكر لكم طيب الإصغاء وحسن المتابعة، كما أشكر ضيفي هنا في الأستوديو دكتور سامي سالم رئيس قسم التمريض بالكلية الدولية سابقا، وأيضا كان معنا عبر الهاتف المحامي والناشط الحقوقي من عدن نزار سرارو. في أمان الله. Thank you.